في كل محفل ومع كل مناسبة تكرر قطر حديثاً لا يأتي بجديد، فتسعى لإنكار سجلها المدموغ بدعم الإرهاب، إنكار لم يعد مقنعاً بعد أن قدمت كل الأدلة لإثبات تورطها بالدعم والتمويل للإرهاب. هذا ما أكده وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش لسكاي نيوز عربية. القضية الأساسية اللي هي إنكار سجل من 20 سنة، برنامج من 20 سنة بالتدخل وبإيجاد موقع على خريطة المنطقة من خلال دعم التطرف والإرهاب. قد يطول الصبر لكن لن يكون هناك سكوت إلى الأبد، وأنا أعتقد هذه النقطة الأساسية التي طرحناها. الوزير الإماراتي ترك الكرة في ملعب الدوحة للتعامل مع مطالب الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب كسبيل وحيد للخروج من الأزمة. الكرة في الملعب القطري، لابد من إدراك بأن هناك 4 دول راسخة، علاقاتها جيدة مع دول العالم، علاقاتها جيدة في المحيط العربي، ومعروفة أيضا في المحيط العربي أنها دول داعية للاستقرار ودول داعية ل يعني أولوية الأمن في ظل الاضطراب اللي نشوفه في العالم العربي. هذه الدول الأربع لن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم بالمقاطعة تجاه دولة عضو في الجامعة العربية ودولة عضو في مجلس التعاون إلا إذا كانت هناك مسببات. بدوره انتقد مندوب السعودية لدى الجامعة العربية دفاع نظيره القطري عن إيران، ووصف المندوب السعودي إيران بالدولة الإرهابية. إيران التي تتآمر على دول الخليج العربية، إيران التي لها شبكات جاسوسية في الكويت وفي البحرين وفي عدد كبير من الدول أصبحت دولة شريفة، إيران التي تحرق السفارة السعودية وتحرق عدد كبير من السفارات دولة شريفة. هذا هو المنهج القطري الذي دابت عليه. المندوب السعودي أكد أيضاً أن الرياض لا تسعى لتغيير النظام الحاكم في قطر بل لوقف ممارسات الدوحة في المنطقة. تغيير نظام الحكم في قطر، فوالله هذه شيء عيب أن يقال مثل هذا الأمر. المملكة العربية السعودية لم تلجأ ولن تلجأ إلى هذا الأسلوب الرخيص، ولكن عليكم أن تعودوا إلى رشدكم، فنحن لا نريد أن نغير نظام الحكم لديكم، ولكن عليكم أيضا أن تعوا جيدا أن المملكة العربية السعودية قادرة أن تفعل أي شيء تريده إن شاء الله. مواقف ثابتة، فالدول الأربعة الداعمة لمكافحة الإرهاب لا تنفك يوماً عن تأكيدها خروج قطر عن المسار الخليجي وعن مطالبتها الدوحة بوقف دعم الأيديولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف.